القضاء هو علم الله المسبق. طبعا الله منذ الآن وفي السابق منذ 1400 عام حين نزول كتابه الكريم أوضح لنا ماذا حتى سيقول أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذن الله عنده علم مسبق، ولم يقل سينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى، معنى ذلك وكأن الفعل قد حصل فعلا. هذا علم الله المسبق على ما ستكون عليه الأمور في المستقبل دون أن يفرضها الله، وإلا لما حاسب عليها. يعني الله سبحانه وتعالى إذا فرض على فلان فرضا يعني شرب الخمر، فإذا الإنسان إذا كان مفروض بمعنى مفروض بمعنى مكتوب، فالإنسان إذا شرب الخمر حسب القضاء، معنى ذلك مبدئيا، وهذا كلام مضحك، أنه يطيع أمر الله. لكن الله يعلم مسبقا أن فلان وبمحض إرادته الصرفة سوف يشرب خمر، فهذه معلومة عند الله لكنها غير مثبتة بشكل نهائي. فإذا يعني جاء الوقت المسجل عند الله وفلان شرب الخمر فتثبت عليه يعني هذه الواقعة، لكن إذا ما شرب لا تثبت عليه. وإلا لماذا الله أرسل الرسل وأرسل كذا إذا كان الإنسان روبوت مبرمج؟